بالتأكيد برضو في نفس الموضوع، واتساقا الحقيقة احنا بنتكلم فيه. الحمد لله تم الوصول للمساعدات أمس، بالتأكيد في جنود هما اللي عملوا ده، في ناس يعني لازم النهاردة نوجه لهم كل التحية، لأن بالتأكيد الخوف ده شعور إنساني طبيعي جدا. فأنت لما تتحرك وعارف أن أنت داخل في أراضي تشتعل، في أراضي تحت القصف، مش عارف ايه اللي هيحصل، لازم هتكلم عيلتك تسلم عليهم وتقول لهم يعني، وهتستودعهم الله وهم هيستودعوا يعني وديعاته كده ان شاء الله ان يردوهم سالمين. بيبقى بالتاكيد خوف. النهارده بنوجه لهم كل التحيه، ومعانا على التليفون الاستاذ او الحاج محمد عبد اللطيف، وده من اوائل سائقي الشاحنات اللي دخلت غزه لاهلينا او دخلت بالمساعدات لغزه. وهنتكلم معاه ازاي كانت هذه اللحظات، كيف تعايش وكيف كان الاستقبال، وهل كان في مضايقات ولا لا. صباح الخير واهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا، صباح الخير يا ست الكل. اهلا بحضرتك، وخلينا اوصف لنا اللحظه بالتاكيد مره تانية. احنا كلنا بني ادمين، وبالتاكيد في بيبقى خوف، واحنا عارفين ان غزه حاليا تحت القصف 24 ساعه، فطبعا بالتاكيد في شويه خوف. كلمت عائلتك؟ قلت لهم ولا لا؟ كان احساسك ايه؟ اتفضل. والله يا استاذ اسماء، انا حاليا انا في رفح ما مشيتش. انا نزلت امبارح حوالي ساعتين او 2:30 لما طلعنا من المعبر، ولحد الوقت انا واقف في رفح ما مشيتش. وكنت اتمنى من الله، والله 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 كمان مره، انا كنت اتمنى من الله اكون داخل بسلاح، مش داخل بمواد غذائيه ولا باي حاجه. انا انا كنت جندي في الصاعقه، انا كان سلاحي في الجيش صاعقه. فانا كنت اتمنى قوي 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 اكون داخل بسلاح، لانه كنت عارف انا هعمل حاجات كتير جدا. انا نفسي اعرف ونفسي اسال سؤال واحد، احنا عاملين حساب لمين؟ المساعدات إحنا بالتأكيد، المساعدات زي ما هي دعم، هي بتعتبر برضو بالتأكيد من الأسلحة الناعمة اللي لازم تستخدم، ولازم نكون في مع أهالينا في غزة بكل المساعدات، سواء كانت الطبية أو الغذائية. لكن خلينا يعني خلينا مع حضرتك في أثناء الرحلة، إزاي كان البداية؟ اتحركتوا الساعة كام؟ وصلت الساعة كام؟ ورجعت وانتوا بتنزلوا الشحنه، كانت الشحنه عباره عن ايه؟ يعني احكي لنا عن تفاصيل هذه الرحله. انا كنت محمل مواد غذائيه. كانت مواد غذائيه. وبصراحه الاستقبال كان جميل جدا من الجنب المصري. الناس واقفه هناك والشباب بتوع الهلال الاحمر. بصراحه يعني والله ما كنت عاوز اخرج، والله ما كنت عاوز ارجع. كان اهلك بقى، وانت قلت لهم ان انت هتروح وهتحمل المساعدات لاهالينا في غزه، بالتاكيد كان في دعم، كان في فرح، كان في تشجيع. والله كانت بتزعلي كتير قوي، وكانت فرحانه جدا لما قلت لها والله. يعني الحاجه كانت مبسوطه جدا وكانت فرحانه جدا، والحمد لله يعني الواحد بيعمل اللي قدره عليه ربنا. طبعا. بس طبعًا. يعني انا حزين جدا، لان انا من ساعه ما وقفت امبارح من حوالي الساعة 5 المغرب الضرب شغال لحد الوقت، لحد اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها دي، قصف مستمر مستمر، وقصف عنيف حقيقي حقيقي، ده قصف عنيف جدا والله. زي ما اكون يعني هم استنوا ان احنا نجيب المعونات دي، وقال لك طب ادي المعونات وادي الناس وادي، فانا يعني مدي واحد ياكل دلوقتي عشان يموت كمان شوية. ربنا كبير، ربنا كبير يا استاذ محمد، ربنا كبير، وان شاء الله النصر قريب. واهالينا في غزه دايما صامدين، وبيضربوا دايما، بيضربوا الامثال في البطوله وفي التصدي، ومفيش حد فيهم هيتهجر من ارضه، لان في قضيه ولن نقبل باي حال من الاحوال، وكل اهالينا في غزه هناك مش هيقبلوا تصفيه هذه القضيه. كل الشكر لكل اللي اتحركوا امبارح، لكل ابطالنا بالتاكيد اللي وصلوا لاهالينا هذه المساعدات الهامه. ولسه كنا في يعني من ضمن هذه المساعدات، تخيلوا يعني ما يوصل المساعدات للاكفان. فبالتاكيد بالتاكيد نصر الله قريب ان شاء الله.